في النشرة عودة اللبنانيين 16 من إندونيسيا. إذا ما أمنونا وظائف بلبنان أكيد بنعيدها مرة تانية. بعد تلقيه تطمينات الشعار في بيروت. لا يجوز لأحد أن يغيب عن لبنان على الإطلاق. انفجار داخل مخمر موز في سن الفيل. الجيش يوقف 7 أشخاص في هجرة غير شرعية. والأمن العام يوقف شبكة إرهابية. في الخاص الجديد تكشف محضر التحقيق مع الغريب. قولوا لي ما التهمة لأعترف. وهنا أقول لإخواني وخاصة الشيخ بلال بارودي الحبيب والشيخ الدكتور سالم الرافعي وأسأل كل العقلاء في لبنان. صباح الخير. أمن متنوع، غابت السياسة فسرحت الشبكات، بينها اثنتان قدم فيهما جهاز الأمن العام إسهامات أدت إلى ضبطهما، الأولى لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر زورق في السرفند وقد رصدت بتعاون بين الجيش والأمن العام، والثانية للاغتيالات والعبوات الناسفة مكوناتها لبنانية سورية. ويتابع الأمن جولاته فيشهد على ملحق لعودة الناجين من إندونيسيا بمرافقة الوفد الرسمي. غربة إندونيسيا ترافقت ورد غربة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار الذي وصل إلى مطار بيروت بعد إقامة في باريس دامت 7 أشهر لأسباب أمنية. عودة الشعار ضمنتها تطمينات قدمتها الأجهزة الأمنية ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. مسيرة العودة سواء من مأساة البحر أو من الغربة السياسية هل تكتمل بتحرير المخطوفين اللبنانيين في إعزاز؟ ملامح إيجابية انتشرت منذ ليل أول من أمس عن تحريك هذا الملف، لكنه لن يبلغ النهايات في عيد الأضحى كما تردد. ففي معلومات الجديد أن اللواء عباس إبراهيم ينام على إيجابيات لن يكشف عنها منعا للعرقلة، فهو زار دمشق والدوحة أخيرا وتمكن من الاستحصال على موافقة سورية بالإفراج عن بعض المعتقلات بينهن طل الملوحي. أما بالنسبة إلى الألمان فهم عرضوا خدماتهم لكنهم لم يدخلوا شريكا فاعلا بعد، وإذا ما قرروا ذلك فإنهم سوف يستندون إلى إرث إيجابي حققوه في صفقة التبادل مع حزب الله وإسرائيل، وسيدخلون بزخم روسي أمريكي يوكل إليهم مهمة المخطوفين اللبنانيين في إعزاز مع المترنين اللذين يحتجزان في منطقة تدعى بحمرة في كفر حلب، وسيأتي ذلك من ضمن مناخ تسوية عام ينتشر دوليا ويدفع إيران أيضا إلى إيداع ألمانيا ثقتها والاعتماد عليها في تطور المفاوضات النووية. هذا المناخ لا يبقي على يد تركيا معربدة، ومن المفترض أن تتوقف عند حدودها وعدم تشريع هذه الحدود لتهريب المسلحين إلى سوريا وحماية المارقين منهم وتغطيتهم في عمليات الخطف، لا بل وتكليفهم بها. آخر الملفات الأمنية هي أولها في نشرتنا، فالشيخ أحمد الغريب يدلي بشهادته المصورة من سجن رومي حصريا لقناة الجديد، وحصريا أيضا نكشف في هذه النشرة محضر التحقيق مع الغريب والأسباب التي دفعته إلى الاعتراف. سمع دوي انفجار في سوق الأحد وتبين لاحقا أنه ليس عملا إرهابيا وإنما نتج عن اشتعال مواد حارقة داخل مخمر موز في السوق بالقرب من مجرى النهر، وأدى الانفجار إلى سقوط جريحين من التبعية المصرية وهما عاء باء واو وواو دال، تم نقلهما إلى المستشفى وجروحهما طفيفة، واقتصرت الأضرار على المخمر فقط ولم تمتد مفاعيله إلى المحال المجاورة. وأفاد مراسل الجديد بأن الانفجار
التجارة نتيجة زيادة في مادة الكربور، وتزامن ذلك مع حرق نفايات في مجرى نهر بيروت. وأكدت القوى الأمنية أن الحرائق الصغيرة ليس لها علاقة بالانفجار الذي سمع دويه داخل سوق الأحد، مضيفة أن الانفجار ناجم عن اشتعال مادة الكربور التي تستعمل في تخمير الموز ما تسبب بالانفجار. وحضرت استخبارات الجيش وعناصر من فرع المعلومات وعناصر من الأمن العام إلى المكان، هذا وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى سوق الأحد، وتعمل القوى الأمنية على تحديد سبب الانفجار وملابساته. الجديد يعرض للمرة الأولى مقتطفات من محضر استجواب المتهم بتفجيري طرابلس الشيخ أحمد الغريب لدى القضاء العسكري، ويعرض مقابلة مصورة معه من داخل سجن رومي في تقرير من جزئين للزميل رضوان مرتضى. تجدر الإشارة إلى أن وكيل الشيخ الغريب تقدم أمس بطلب لإخلاء سبيله. الغريب الموقوف على ذمة التحقيق علاقة بتفجيري طرابلس، والموقوفين الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوت. عائلة الشيخ المتهم أحمد الغريب، والموقوفين الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري ونظر عائلة الشيخ أحمد الغريب الموقوف على ذمة التحقيق علاقة بتفجيري طرابلس. يكاد ينقضي شهران على التفجيرين الإرهابيين اللذين هزا طرابلس ظهر 23 من آب، لكن الحقيقة لم تتضح بعد. هل يقف النظام السوري خلف المجزرة فعلاً، أم إن جهة استخبارية مجهولة نفذتها؟ تساؤل لم تحسمه التحقيقات بعد، على الرغم من التسريبات الإعلامية التي خرجت موحية بذلك. ففي ذلك اليوم المشؤوم أوقفت شعبة المعلومات الشيخ أحمد الغريب بوصفه مشتبهاً فيه، ليليه توقيف مخبر فرع المعلومات الذي عد شاهداً في حينه مصطفى حوري، وبدأت التحقيقات. يقول الغريب في أثناء التحقيق في المحكمة العسكرية: كل ما اعترفت به كان تحت وطأة التهديد والتعذيب النفسي، ومنها الإيحاء بأنه سيرسل ناس لإيذاء عائلتي، وألا أحد يستطيع حمايتهم في ظل هذه الظروف. ويضيف الغريب: أوهموني بأن زوجتي موقوفة معي، وأن كثيراً من أصدقائي وأقربائي قيد الاعتقال. ومن أنواع التعذيب أيضاً التي مارسوها علي عدم السماح لي بالنوم إلا قليلاً، وأن الضرب على سوريا بدأت والشيخ هاشم منقار فر إلى سوريا. فقلت لهم هنا: قولوا لي ما التهمة لأعترف، على شرط ألا تؤذوا عائلتي. وأبرز ما يقوله الغريب عن علاقته بمصطفى حوري: المدعو مصطفى حوري كان دائماً يحاول استدراجي، والحمد لله باءت محاولاته بالفشل. فكنت أردد على ما سمعه أنه لا يجوز شرعاً القيام بأعمال تفجيرية ضد السياسيين، وكنت أكرر على ما سمعه أنه لا مصلحة في ذلك. وأما ما كان يدور من حديث عن فضيلة الشيخ سالم الرافعي، فإني والله 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 قلت إنه لا يجوز تدمير المساجد ولا قتل المدنيين، إنما نحن في موقع الدفاع فقط عن أنفسنا. ويكمل الغريب قائلاً: إن بيني وبين الحوري خلافاً مالياً، لذلك قصد حوري القوى الأخرى للتهرب من دفع أموالي، وهي 160,000 دولار، وقد تعرفت إليه من خلال صديق مشترك، وكان هذا كافياً للتعامل معه في الإطار التجاري. أما عن دور النقيب محمد علي، وهو الضابط السوري الذي اتهمته أطراف سياسية بالتخطيط لتفجيرات طرابلس، فيقول الغريب: إن معرفتي به لا تتعدى تقديم خدمات ومساعدته في موضوع ماكينة البث المباشر التي كنا نتاجر بها أنا والحوري. لم يتجاوز عدد الجلسات معه 3، وقد تعرفت إليه أول مرة في مطعم في منطقة المزة، وعندما علم بعد جلستنا بتواصلي لأسباب خدمتية والله حصرا مع مكتب أحد الضباط الكبار في سوريا، أبدى عدم جدية في التعاطي معي، وانقطع التواصل أكثر من 8 أشهر، ثم عاد وأجابني وأعطاني موعداً، واتفقنا فيه على آلية لتشغيل الماكينة في سوريا، ثم انقطع عني لأكثر من 1.5 شهر مجدداً، إلى أن رد علي وطلب مني زيارته في اليوم التالي، لكنه لم يرد علي في اليوم التالي لتحديد وقت لعقد الاجتماع، ومنذ ذلك اليوم انقطع التواصل. إلا أن التحقيق غرق في التسييس مع تضارب الإفادات بين الغريب والمدعى عليه الشاهد مصطفى حوري، الذي يطرح حول صدقيته 1000 سؤال وسؤال. ضاعت الحقيقة بين معسكرين،
أحدهما يتهم النظام السوري لكون صوفته حمراء، فيما يفترض الآخر وجود طابور خامس يلعب على وتر إذكاء الفتنة. فما هي تهمة الغريب بالضبط؟ هل تورط الرجل في تنفيذ التفجيرين أو ساعد لوجستيا في الإعداد لهما؟ هل كتم معلومات تتعلق بالتفجيرين الأخيرين حصرا؟ أم هي معلومات عامة قد يمتلكها أي سياسي؟ منذ مدة خرج الغريب متحدثا بالصوت عبر شاشة الجديد، فادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عليه بجرم استعمال هاتف خلوي في السجن والتحدث عبره إلى إحدى القنوات التلفزيونية. ربما غاب عن بال القاضي وجود أكثر من 2000 هاتف خلوي وكمبيوتر محمول بين أيدي السجناء أدخلوا بعلم القوى الأمنية. فبالصوت والصورة هذه المرة تمكنت الجديد من تسجيل مقابلة مع الشيخ الغريب من داخل سجنه. وهنا أقول لإخواني وخاصة الشيخ بلال بارودي الحبيب والشيخ الدكتور سالم الرافعي، وأسأل كل العقلاء في لبنان. لبنان يستقبل الدفعة الثانية من الناجين من عبارة الموت في إندونيسيا، وقد تحدثوا من المطار عن معاناتهم مبدين استعدادهم لتكرار التجربة هربا من العوز. وصلت الدفعة الثانية من الناجين من عبارة الموت الإندونيسية إلى مطار بيروت، وعددهم 16 شخصا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية، يرافقهم الوفد الرسمي اللبناني الذي ترأسه الوزير أحمد كرامي، كما كان في انتظارهم النائب علي بزي ممثلا الرئيس نبيه بري، يرافقه وفد من حركة أمل. وكان 6 منهم موقوفين لدى السلطات الإندونيسية، فيما 10 الآخرون كانوا قد فروا في الغابات واختبأوا خوفا من إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة الإندونيسية. إذا ما أمنونا وظائف بلبنان أكيد بنعيدها مرة تانية وتالتة وعاشة وخمستعشر مرة، يعني هون بدنا نموت هونيك بدنا نموت، لا نفضل بروح نموت هونيك. صحيح إنه الله جمالني عمال، بس كمان مرته فأنا فأن ماله فأن مرته فأن حياته، لو إنه عنده هون يشتغل ويعيش ما بيسافر، بس عم نلاقي حالنا أولادنا عم يموتوا هون، لأجل هيك عم يهاجروا ويتركوا بلدهم. طيب ليه هالنوام هرئيس الجمهورية هالوزراء يطلعوا بهالحمام الجال اللي طالع؟ حرام عليهم، حرام عليهم يطلعوا أولاد عفار، يطلعوا من الفقر اللي عايشين أولادنا. إذا حي الله وزيري بيرضى لابنه هيك معلش نحن نرضى، يعيش ابنه مثل ما أولادنا عايشين، لنشوف ابنه بيرضى يعيش أولادنا. وشكرا لكم. بس محمد أقول كلمة للشيخ سعد، يا شيخ سعد هذا اسمه الحريري بيروت من الباترون بعقار، أنت تطلع على خضر الحريري وزبط له وضعه. بس المدعو أبو صالح هادي دول أبني. انا هربت ساعتها، قلت لها حدا بده يهرب معنا يمشي معنا، ما حدا قبل يمشي معنا، رجع دقوا لنا شن نطلع بالعباره، رحنا عم نطلع بالعباره لقيناها العباره كسره، ما حدا رد علينا، هربنا بالاحراش انا وعبد الله جديد ومحمد درويش وخضر ديب واطفالي انا الاثنين، هربنا من عباره وقعدنا 4 أيام بالاحراش بدون اكل. الوزير كرامي اشار الى ان عمليه نقل الجثث قد تتاخر حتى نهايه الشهر الجاري، مشيرا الى ان الطبيب الشرعي فؤاد ايوب سيعود الى اندونيسيا لمتابعه هذه القضيه. لا، ما دخل الحكومه الاندونيسيه، بدنا نراجع بالحكومه اللبنانيه، لان اللبنانيين هون الاغرون ولعبوا عليهم. بدوره أشار النائب بزي إلى وجوب أن نقف مع بعضنا البعض في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، متمنيا أن يعمم هذا التضامن على كل المستويات. أما النائب خالد زهرمان فأشار إلى أن الحرمان في عكار عمره عشرات السنين، ما زاد الأمر سوءا أداء الحكومة طوال 2.5 سنة، آملا أن يدق ما حصل جرس الإنذار للنظر إلى المناطق المحرومة.
مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار يعود إلى لبنان بعد غياب قصري لأسباب أمنية. بعد 7 أشهر من غياب قسري قضاها في باريس نتيجة تهديدات أمنية، عاد مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار إلى بيروت حاملا معه دعوة إلى كلمة سواء، وأملا في أن تحمل الأيام المقبلة الأمانة والسلام للبنان. وأكد أن عودته هذه جاءت بعد تشجيع كامل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ومن الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري والتمام سلام وقائد الجيش العماد جون قهواجي. الشعار وفور وصوله تلقى اتصالا من وزير الداخلية مروان شربل أكد خلاله أن كل ما يحتاجه للبقاء في طرابلس بات مؤمنا. لم يعد أمامي خيار إلا أن أعود إلى لبنان بعد هذه الفترة التي أرغمت عليها، وبعد تلك التأكيدات والتشجيعات والمطالبة أن أعود، فلبنان يحتاج إلينا جميعا، نساء ورجالا، شبابا وشابات، مؤسسات وأفراد. لا يجوز لأحد أن يغيب عن لبنان على الإطلاق إلا في حالة اضطرارية قصوى. لا أسمع كلمة فيها سني أو شيعي أو فيها مسلم ومسيحي، نحن لبنانيون وسنعاود طريقنا ومسيرتنا بمعية أصحاب الدولة جميعا. وزير الإعلام وليد الدعوق ممثلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمل تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بطرابلس في وقت قريب، وطلب من وسائل الإعلام احترام ميثاق الشرف الإعلامي للمساعدة في تهدئة الأمور. استخبارات الجيش اللبناني توقف عملية تهريب بشر من لبنان إلى الخارج عبر البحر. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بنتيجة توافر معلومات حول عملية تهريب أشخاص من لبنان إلى الخارج عبر البحر، أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش عند الساعة 2 من فجر الثلاثاء وعلى مسافة 2 ميل من شاطئ الزهراني مركبا لبنانيا يقل مواطنين لبنانيين وسوريين 2 وثلاثة فلسطينيين كانوا في طريق الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، وقد جرى احتجاز المركب المذكور، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وذكرت معلومات أخرى أنه كان على متن الزورق 13 شخصا وأنهم كانوا متوجهين إلى إيطاليا على نحو غير شرعي، فجرى توقيفهم ومصادرة المركب. والأشخاص 13 الموقوفون هم اللبنانيون زياد عبد الحاج، محمد عبد الرحمن زيني، أحمد عبد رنو وشقيقه عاصم، وحمزة باسم حبلي، والفلسطيني نمر ديب السعدي، والسوريان محمد علي الشيخ وشقيقه علام، والسوريون الفلسطينيون عوض مسلم مطر، خالد جمال عبد الرزاق وشقيقه مصطفى، وأحمد محمود إبراهيم، إضافة إلى صاحب المركب وهو اللبناني محمد طلال بربور. وتبين بحسب مصادر مطلعة أن الأخير اشترى المركب من شخص من آل تليم من الصرفند لاستعماله في تنظيم رحلات غير شرعية إلى بعض الدول الأوروبية، إشارة إلى أن المواطن علي إبراهيم حيدر كان قد روى ضمن برنامج للنشر على قناة الجديد أن شقيقه تعرف إلى شخص يدعى أبو سعيد وهو سوري الجنسية ويؤمن السفر إلى إيطاليا وثم إلى السويد بطريقة غير شرعية. وذكر حيدر أن أبو سعيد أجرى رحلتين ناجحتين سابقاً وأنه يتقاضى من 4 إلى 6 آلاف دولار. الأمن العام أصدر بياناً أكد فيه أن أجهزته أوقفت 3 أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية من ضمن شبكة إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال، وقد جرى التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا على القضاء العسكري مع المضبوطات. وأكدت المديرية العامة للأمن العام أنها لن تتوانى والأجهزة الأمنية الأخرى عن ملاحقة المجموعات والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى الهجرة غير الشرعية. تطورات إيجابية في ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، لكن لا موعد محددا للإفراج عنهم. بعد طول الانتظار يبدو أن قضية المخطوفين اللبنانيين تتجه نحو الحل، فبالإضافة إلى الاتصالات المكثفة التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بشأن مخطوفي أعزاز، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير التركي في بيروت وكذلك ممثلين عن أهالي المخطوفين قبل أن ينتقل إلى الدوحة في زيارة في هذا الإطار.
وفي معلومات للجديد، فإن اللواء إبراهيم عاد من العاصمة القطرية بعدما زار سوريا لإجراء مفاوضات مع السلطات هناك بشأن مطالب الجهة الخاطفة في مقابل إطلاق سراح اللبنانيين 9، علما أن لجنة مؤلفة من الجانبين القطري والتركي والسفير الفلسطيني في تركيا إضافة إلى إبراهيم تتابع الملف لإيصاله إلى خواتيمه. الأهالي تفاءلوا خيراً، نافين الأخبار التي تحدثت عن الإفراج عن المخطوفين في غضون ساعات. اليوم وصلنا لمرحلة أنه فيها يعني تعجيل بالحركة الاتصالات وحركة السفرات السفر يعني وحركة المفاوضات على أكثر من محور يعني وأكثر من مفاوض وأكثر من وسيط. في نسبة كبيرة من العقبات يعني تم تذليل نسبة كبيرة من العقبات اللي كانت هي بوقت من الأوقات يعني خلص ما في مجال لا للنقاش ولا للجدال فيها، تزللت هذه العقبات وبالتالي صار منسوب التفاؤل أكبر كتير، لأنه حتى صار في تليين من بعض الأطراف اللي كانت معقدة الأمور كمان على بعض المطار على كتير من المطارح. فينا نقول أنه اليوم منسوب الإيجابية هو أفضل يعني أفضل بأفضل حالاته، يعني من وقت اختطاف المخطوفين اللبنانيين لحد هلأ ما وصل منسوب الإيجابية لحد هالمرحلة اللي هلأ وصل لها. بس ولكن ما منقول أنه نحن في خلال ساعات أو دقائق أو أيام أو منحدد إذا بيطلع المخطوفين جميعا أو مقصمين. وأمل شعيب أن تشهد الأيام المقبلة انفراجات ملموسة تفضي إلى خاتمة سعيدة لهذه القضية الإنسانية. بعد الإعلان العنف المدرسي. ركعتني أنا ورفيقي وخليت التلاميذ كلهم يجوا يضربونا. أهلا بكم من جديد. عندما يخطئ ما يفترض أن يعلم تصبح غلطة المعلم بألف. في هذه الصورة تبدو آثار الضرب واضحة على عنق الطالب اليسخوري فيما تعرف بالمدرسة التهذيبية في الميناء في طرابلس. السبب ليس عراكا تورط فيه مع رفاقه، إنما قصاص معلمة أمرت رفاقه بضربه لأنه شاغب في الصف، والنتيجة 26 ضربة أدمت عنق طالب الصف السابع أساسي. قاعد بالصف عم بحكي وقام عطتني قصاص وما عملته جملة 70 مرة كل حرف بلون قام ما عملته. قام أجيت قالت لي إذا ما بتعملوا بدي إذا ما بتعملوا بدي أضربك، بدي خلي التلاميذ كلهم يضربوك. أم ما عملته ركعتني أنا ورفيقي وخليت التلاميذ كلهم يجوا يضربونا. رحت عند الناظرة قالت لي إنه علي وهي هالشي ما بتقبلوا هالقصص. أكيد نحن كأهل ما قدرنا تقبلنا الموضوع. أنا طلعت على وزارة التربية قدمت شكوى بالمعلمة، هيدا كان مبارح. اليوم بتفاجأ بكتير، المعلمة تلفنت لي اعتذرت من الشيء اللي صار، قالت لي انه هي منا متوقعة انه هالقد تكبر القصة وانه رقبته ما كانت محمرة ويمكن بركي متخانق بقلب الملعب مع التلاميذ وزادت القصة على رقبته، انه هي تفاجأت مثل العالم بالصورة اللي نزلت على الفيسبوك. والدة الطالب الياس وعدت سحب الدعوة كي لا تؤذي المعلمة، لكنها تمنت أن يكون الحادث عبرة لها ولغيرها من المعلمات اللواتي لا يرضين بهذه الطريقة المؤذية من التأديب. في زمن الغلاء والأوضاع الاقتصادية الصعبة، الجامعة اللبنانية الأمريكية ترفع أقساطها والطلاب يعتصمون ويضربون. تقرير خاص للزميلة دارين دعبوس. 7.3% هي نسبة الزيادة على الأقساط في الجامعة اللبنانية الأمريكية بفرعيها في بيروت وجبيل. هذا الخبر نزل كالصاعقة على رؤوس الطلاب وجيوب ذويهم في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، ما دفعهم في مطلع الأسبوع الحالي إلى الاعتصام وأقدام 4 من الطلاب على زيارة الصفوف والطلب من الأساتذة والطلاب المغادرة. هذا التصرف لم تستسغه إدارة الجامعة التي قررت تعليق حضور هؤلاء الطلاب 4 وسحب بطاقاتهم الجامعية منهم. أبدا، الأيو لم تطرد ولم تفصل أي من طلابه، بس رئيس الجامعة فقط يحق له أنه يفوت على صف يقول ما في صف أو نتمنى ما حدا، يعني ما بصير واحد يفوت نص الصف إلا مندعيكم، أنه كل ما واحد بصير يفتكر أنه عنده طلب محق معناتها له حق يفوت على صف. لذلك لما يصير في هيك توتر من عادات الجامعة أنه نطلعهم من الجامعة، باخذ منهم
بطاقاتهم الجامعية وقلت لهم بتغادروا الجامعة ومرجع عم تصل فيكم. اليوم عادت الحياة إلى طبيعتها في حرم الجامعة وعاد الطلاب الأربعة إلى صفوفهم كالمعتاد. اليوم صراحة تغيرت لغة الجامعة معنا. يوم يعني امبارح كيف كانت الجامعة جامعة كتير ريستريكت كتير حادة معنا، اليوم موضوع تاني كان. برأيك ليش صار امتصاص الغضب الطلابي؟ ليش؟ طبيعي من الفيسبوك من تويتر من كل الوسائل الإعلامية حكت بالموضوع، ضغط والجرايد كلهم ضغطوا على الجامعة، فما حسينا أبدا هيدي الزيادة فادتنا، بالعكس تأثر كتير طلاب فيها حيث أدت إنه لترك الجامعة أو لمشاكل مع الأهل. فعلا في طلاب تركوا الجامعة؟ نعم أنا بعرف واحد ترك الجامعة كرمال هيدي الزيادة. ليه ما بلغتوا الطلاب من الأساس إنه في زيادة؟ الزيادة هي على الموقع الإلكتروني من نيسان 30 نيسان الماضي. هلا طبعا يعني يمكن أنا لو كنت طالب كنت نفس الشيء، ما كنت حسيت بالصخر غير لما توصل الفاتورة لإيدي. نزلوا هيدول الزيادة على كل التلاميذ، وايل هو كان لازم ينزلوا هاي الزيادة على التلاميذ اللي هلأ في تجديد ليتركوا لهم الحرية الرأي بين ينقوا إذا فيهم يفوتوا على الجامعة ولا لا حسب قدرتهم المادية. حتى الساعة لا الاعتراضات ولا حتى الاعتصامات التي نفذها طلاب اللبنانية الأمريكية أثمرت لناحية عدول الإدارة عن هذه الزيادة، بل على العكس فإن الأخيرة تؤكد أن 7.3 تصب في مصلحة الطلاب عن طريق تشييد كليتين جديدتين للطب والهندسة إضافة إلى 4 اختصاصات جديدة. دارين دعبوس، قناة الجديد. الرئيس نبيه بري يؤكد من جنيف أن التقارب الإيراني اللبناني أكثر من مهم للحفاظ على خط الممانعة والمقاومة في المنطقة. أكد الرئيس نبيه بري أهمية التقارب الإيراني السعودي وانعكاسه على الوضع في المنطقة لأنه يعطي انفراجات ليس على صعيد الأزمة السورية فحسب وإنما في لبنان والعراق. بري وبعد لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف شددا على الحل السياسي في سوريا والحل الشامل الذي هو وعاء للحلول السياسية في المنطقة. وما يحصل في لبنان وما يحصل في سوريا وما يحصل في مختلف مناطقنا هو أمر أيضا من الضرورة بمكان أن معالجته تتم بالاتصال مع كافة الأطراف وخاصة مع الإخوان في الجمهورية. هذا الكلام أيضا للدبلوماسية البرلمانية إذا صح التعبير بين المجلس النيابي اللبناني ومجلس الشورى الإيراني بقيادة الأخ الدكتور لاريجاني أمر أكثر مهم أيضا تقريب وجهات نظر في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي مما يفيد لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران ويبقى خط المقاومة والمناعة قائمين في لبنان والمنطقة. لاريجاني أمل أن تتوصل كل الأطراف إلى قناعة بأن الحل السلمي هو الحل الجذري في سوريا وأن لا سبيل إلى الحل العسكري مؤكدا دعم بلاده للبنان في مساعدة اللاجئين السوريين. والتقى بري أيضا رئيس الوفد الفلسطيني عضو اللجنة المركزية في حركة فتح عزام الأحمد. شروط جديدة سيطبقها لبنان على كل لاجئ سوري على أرضه منعا لتزايد العدد. كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي القول إن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أعباء اللاجئين السوريين إليه من دون دعم المجتمع الدولي له، وهو وإذ توقف عند قواعد الأخوة والإنسانية وحسن الجوار بين البلدين أكد أن الأولوية تبقى حماية لبنان واللبنانيين ودرء الأخطار عنهم. وعلى هذا الأساس باشرنا بتطبيق سلسلة من الإجراءات لمنع تزايد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة، وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه. ميقاتي الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تسلم مذكرة عن آخر مستجدات معاناة أبناء مخيم نهر البارد من أركان بدر عضو لجنة المتابعة العليا لملف المخيم الذي أمل منه التدخل مع إدارة الأونروا من أجل التراجع عن إجراءاتها الأخيرة بإلغاء خطة الطوارئ الشاملة لأبناء المخيم. وفي نشاطه السياسي بحث ميقاتي مع الوزير السابق وئام وهاب الموضوع الحكومي إضافة إلى الخلاف القائم بين وزارة المالية ووزارتي الصحة والأشغال. أعتقد بأن التشكيل سيتأخر كثيرا، لذلك هناك يصبح واجب أن تقوم الحكومة خاصة وأن لديها مئات المراسيم التي تتعلق
بكثير من القضايا الحيوية، مئات المراسيم الموجودة والتي هي بحاجة لاجتماع للحكومة، وخاصة موضوع النفط بشكل أساسي. ومن زوار السرايا الحكومي المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي. موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قصف سوريا أراضي لبنانية. دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان تعرض سيارة إسعاف في منطقة وادي حميد لصواريخ سورية، داعيا إلى تحييد المؤسسات الإنسانية عن الصراعات والأعمال الحربية. الرئيس سليمان عرض مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور للأوضاع العامة، واطلع منه على آخر المعطيات والمعلومات المتوفرة عن لبناني العبارة الإندونيسية. واطلع رئيس الجمهورية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على مسار بعض الملفات الأمنية المفتوحة أمامه. ومن زوار الرئيس سليمان وفد مجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة سمير أبي اللمع التي دعاها إلى رعاية مؤتمر اللامركزية الإدارية الذي تقيمه الرابطة، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة. دعا النائب ميشيل عون مجلس الوزراء إلى الاجتماع لإقرار مراسيم النفط، وعندئذ يتبين من المعرقل لهذا الملف، مؤكدا عدم السماح بتطييف النفط. لتر النفط انطلع بالجنوب لكل اللبنانيين، وانطلع بالشمال لكل اللبنانيين، وانطلع بالوسط لكل اللبنانيين. ما حدا يحلم بتطييف النفط وتوزيعه بالبحر. لما بلشنا نشم روايح عاطلة بهالموضوع. كتلة المستقبل استنكرت الحملة الإعلامية السياسية التي تشنها قوى الثامن من أذار لتبرير موقفها أمام التسرع في إنجاز ملف النفط، موضحة أن الحكومة الحالية لا يجوز لها أن تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي. إن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال، ولا يجوز لها دستوريا أن تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي الهام. وعلى ذلك معالجة هذه المسألة وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة تتطلب المسارعة إلى تأليف حكومة كاملة الصلاحية، بدلا من هذا السلق المشبوه لموضوع في هذه الأهمية. النائب ميشيل المور يحذر من امتداد الفراغ في السلطة التنفيذية إلى مركز رئاسة الجمهورية بعد أشهر عدة. الأوضاع المحلية والإقليمية لا سيما تبعات الأزمة السورية على الداخل اللبناني عرضها النائب ميشيل المور مع سفيرة اليونان كاترين بورا. ورأى المور عقب اللقاء استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، متسائلا لماذا لا يسمحون للرئيس المكلف تأليف الحكومة. يعني صار في ضرورة وطنية، والضرورة وطنية أنه يصير في حكومة طبيعية مش حكومة مستقلة، وحكومة بدها تتألف. يعني التكليف شيء والتأليف شيء آخر. في رغبة مجلس النواب، في رغبة السلطة التنفيذية بالحكومة، والله يسترنا من الفريق بالرئاسي بعد كم شهر. وناشد المر السياسيين والمسؤولين الكبار تسهيل تأليف الحكومة في أسرع ما يمكن رأفة بالعباد. بعد الإعلان دعما للبنان في كرة القدم. أهلا بكم من جديد. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشيد بتعاون النظام السوري مع خبراء الأسلحة الكيميائية، والمعارضة تحاول السيطرة على آخر معسكرين للجيش في منطقة معرة النعمان في إدلب. رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القيادة السورية تتعاون بشكل ناشط جدا في مسألة تدمير الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أن الشكوك في رد الفعل المناسب للقيادة السورية على القرار المتخذ بخصوص الأسلحة الكيميائية لم تثبت صحتها. كلام بوتين جاء في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك في جزيرة بالي الأندونيسية، وعقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. روسيا والولايات المتحدة متفقتان في شأن كيفية إزالة الأسلحة الكيميائية في سوريا. أعتقد أن خبراء الأسلحة الكيميائية الذين وصلوا إلى سوريا في وقت سابق من الشهر الحالي سيتمكنون من تحقيق هدفهم في تجريد سوريا من أسلحتها الكيميائية خلال عام. إلى ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمجلس الأمن الدولي إن عدد أفراد فريق الخبراء الدوليين الذي سيشرف على تفكيك الأسلحة الكيميائية
السورية سيبلغ نحو 100، ومن المرجح أن يتطلب مساعدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها تبعث مزيدا من المفتشين إلى سوريا للمشاركة في تدمير المخزونات السورية، في وقت كشف فيه مصدر دبلوماسي روسي لقناة روسيا أن السلطات السورية تنوي افتتاح ممثلية في منظمة حظر السلاح الكيميائي ومقرها لاهاي. وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن ضمان تمثيل لما وصفهم بالخليط الصحيح من مجموعات المعارضة السورية في مؤتمر جنيف 2 أمر في منتهى الأهمية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات في المعارضة السورية تعد أقرب إلى تنظيم القاعدة لا إلى الجيش الحر، مشددا على ضرورة ألا يجري التفاوض مع هؤلاء. ميدانيا، نفذ الطيران الحربي السوري غارات على مدينة معارة النعمان القريبة من معسكري الحامدية ووادي الضيف في محافظة إدلب في شمالي غربي البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبثت تنسيقية إدلب وتنسيقية معارة النعمان على موقع فيسبوك صورة قالت إنها لضابط في الجيش النظامي تم أسره في المعركة، مشيرة إلى أنه يدعى العميد ناصر صلاح الدين. وفي ريف دمشق، نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في مدينة معظمية الشام. وعلى المقلب الآخر، أشار التلفزيون الرسمي السوري إلى أن وحدات من الجيش النظامي أعادت الأمن إلى عدد من القرى في ريف حلب بعدما قضت على آخر التجمعات الإرهابية فيها. في السعودية، خرجت مسيرة بطلان المحكمة الأمنية في العاصمة الرياض تنديدا بسير محاكمة الشيخ سليمان ناصر العلوان. وردد المتظاهرون هتافات ضد وزير الداخلية محمد بن نايف مطالبين بإبطال الحكم الصادر في حق الشيخ من المحاكم الأمنية فورا. يذكر أن المحكمة الجزائية قد حكمت على العلوان بالسجن 15 عاما لاتهامه القضاء السعودي بتقديم طاعة الحاكم على طاعة الله، ووصفه بعض علماء الدين في الحجاز بعلماء السلطان، والقيام بزيارة أسر عدد من المعتقلين السياسيين. اجتمع نجوم السياسة والفن دعما لمنتخب لبنان في كرة القدم في مباراة مصرية أمام منتخب الكويت، ستقام على أرض ملعب المدينة الرياضية في 15 من تشرين الأول الحالي، والمباراة مصرية للتأهل ضمن تصفيات آسيا. عيون لبنان عليكم. مصير الوطن بين إيديكم. مش قصة ربح وخسارة. هدف واحد. ثلاث نقاط أساسية. وبدون سياسي. إحساس ما بتحسه بحياتك وقت اللي بتحضر ماتش فوتبول وبتقعد على المدرجات مع الجماهير. اليوم فريق لبناني لازم نكون كلنا ملتفين حوله، حاطين ايدنا بايدهم، نشجعهم لحتى يتاهلوا ويوصلوا لمراحل متقدمه. هذا المنتخب فعلا هو بيوحد كل اللبنانيين، يعني الشغله الوحيد اللي بتلاقي الجميع متفقين عليها اللي هي الفريق اللبناني والمنتخب اللبناني. مثل الفن بتلاقي الجميع متفقين على الفنانين، ولكن للاسف مش الجميع متفقين على السياسيين. فبدنا نجرب نحط ايدينا بايدين بعض لحتى نعطي زخم لهالفريق ولحتى يلعب بساعة أكتر، وجاي نقول له نحن معه. خدوا محلاتكم لأنه ما راح تلاقوا محل. يلا عجلوا، ما بقى في وقت. بيضنا وجبة. فورسا لبنان. أنا بشوف إنه كل اللبنانيين بيدعموا فرق من برا، وعندنا فريق بنشوف حالنا فيه يعني، وأنا أكيد معه من المشجعين، وأكيد اللبنانيين أكيد كلهم بيشجعوا، بس بدنا ينبرز أكتر وأكتر، وإن شاء الله هيك نضل قلب واحد وإيد واحدة، والكل ما يكون بقى في خلافات لا سياسية ولا بأي مجال يعني. وأنا بتمنى أشوف لبنان يعني البلد اللي كل العالم بتتمنى تجي تعيش فيه وتعمل بزنس فيه، ويكون فيه أمان وراحة بال ومستقبل لأولادنا. المشروع هو إعلان ضخم جدا، هدف منه هو دعم المنتخب اللبناني بتصفيات كأس آسيا لتأهله على كأس آسيا، واللي هو عنده فيها حظ كتير كبير. وفي عنا مباراة 15 الشهر، بدعي كل الناس ينزلوا على الملعب مدينة رياضية، مدينة كامل شمعون رياضية، لحتى يحضروا الماتش، لأنه حيكونوا كل الفنانين موجودين. كل واحد لازم يكون خصه بهذا الموضوع وإله هدف معين، واحد بس هو لبنان.
يكونوا كتار. نشجع المنتخب اللبناني. والآن نبقى مع الجولة اليومية على أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ونبدأها مع النهار. الحلفاء يعيدون ملف النفط إلى نقطة الصفر، حزب الله يحل سرايا المقاومة في صيدا، القبض على مجموعة إرهابية وشبكة لتهريب مهاجرين إلى إيطاليا وأوروبا. مكاري للنهار، هذه حقيقة الاتصال بفرنجية. مباني العاصمة قبل العام 1990 مهددة بالزلازل. شطب جمعية الإخوان من السجلات واحترام أردني لخيارات الشعب المصري. فريق تفتيش كيميائي ثان إلى سوريا. تركيا نفت السماح للقاعدة بعبور أراضيها. بريطانيا وإيران تعملان لإعادة العلاقات. إسرائيل حادث أمني قد يسبب حربا شاملة. ننتقل إلى عناوين السفير. الأمن العام يتخطى بطالة الدولة. كشف شبكة ثلاثية للاغتيالات والفتنة. دمشق تبث للمرة الأولى مشاهد للتفتيش الكيميائي. بوتين القاعدة لن يحكم سوريا. مؤيدو مرسي ينقلون معركتهم إلى الجامعة. مصر بدء تنفيذ قرار حظر الإخوان. إيران وبريطانيا تحسن جزئي للعلاقات. من أبرز عناوين الأخبار، جلسة النفط طارت. الظواهري تجنبوا قتل المسيحيين والشيعة. لجنة الخمسين دستور مصري جديد. مفتي الشمال أنهى منفاه الاختياري. عودة البطل لخلافة قباني. غانتس وسيناريوهات الحرب، حزب الله قادر على إصابة أي نقطة في إسرائيل. مشروع أنترا في رومي، اقطع غابة للصنوبر وافتح ملعبا للغولف. عودة التمثيل الدبلوماسي بين طهران ولندن، والبحرية الإيرانية إلى الأطلسي. في الأنوار، انفجار غير إرهابي في بيروت ليلا واكتشاف شبكة تخريب نهارا. الحكومة المصرية تلغي ترخيص جمعية الإخوان. السيسي قال لقادة الإخوان، أنتم عايزين يا تحكمون يا تموتون. تحقيق عن زيارة لسيناء خلال حرب العام 73. 100 خبير دولي يشاركون بتدمير الكيماوي في سوريا. واشنطن تبدي استعدادا لقبول مشاركة إيران بجنيف 2. واشنطن تنقل 200 جندي إلى إيطاليا تحسبا لردات فعل على العملية في ليبيا. ننتقل إلى عناوين الديار. الأمن العام يضبط شبكة تخريب والجيش شبكة للمهاجرين غير الشرعيين، وتفاؤل بحل لمخطوفي أعزاز. ميقاتي يخشى الإحراج السني من عقد جلسة نفطية للحكومة، وثماني آذار تصر. بري ليجتمع مجلس الوزراء ونناقش الخلاف ومصلحة لبنان في تلزيم كامل نفطه. حرب بين الجيش المصري والإخوان المسلمين بسلاح ليبي وقطري. أكبر مواجهة منذ عهد عبد الناصر، وأعمال العنف تجتاح مصر كلها. بري ولاريجاني ناقشا كل مواضيع المنطقة. واشنطن مستعدون لقبول مشاركة إيران في جنيف 2، وطهران ترفض أي شروط مسبقة لمشاركتها. لاكروا إدانة الأب منصور لبكي بالاعتداء على 3 قاصرين. وزير إسرائيلي، لدى حزب الله 200,000 صاروخ وهو قادر على إصابة أي منزل في إسرائيل. من عناوين المستقبل، سلام للمستقبل، لن أعتذر ولن أغامر. المستقبل تدعو إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتولي ملف النفط. عودة الدفعة الثانية من ناجي عبارات الموت. أول فيديو للمفتشين الدوليين وحظر الأسلحة الكيميائية تعزز خبراءها. واشنطن، الأسد فقد كل شرعية لقيادة سوريا. مجلس الوزراء المصري يشطب الإخوان المسلمين. إيران وبريطانيا تعينان قائمين بالأعمال.
من عناوين البناء، شبكات الإرهاب تتهاوى والأمن العام يؤكد امتلاكه الكثير من التفاصيل. اتصالات مكثفة لعقد جلسة نفطية تواجهها ضغوط وعراقيل. الأمم المتحدة تشيد بتعاون سوريا وجنيف 2 منتصف تشرين الثاني. بوتين دمشق تشارك بتدمير الكيماوي بنشاط وشفافية. معطيات إيجابية لحل قضية المخطوفين. إيران وبريطانيا تستأنفان علاقاتهما. ننتقل إلى صحيفة اللواء، ومن أبرز عناوينها اليوم: اجتماع وزاري أمني في بعبدة لمنع النزوح الإضافي، شرب للواء موعد إطلاق مخطوفي أعزاز رهن الاتصالات المتقدمة، عودة المفتي مالك الشعار بعد غياب قصري دام 10 أشهر، شطب الإخوان من الجمعيات والسيسي يتلقى تهديدات من الشاطر، واشنطن لا ترفض مشاركة إيران في جنيف 2 إذا قبلت جنيف 1، 100 خبير كيميائي دولي إلى سوريا لتسريع تدمير الترسانة، تل أبيب 200,000 صاروخ لحزب الله قادرة على إصابة كل منزل بإسرائيل، أوباما يدعو الجمهوريين إلى وقف تهديداتهم والمصادقة على الميزانية، إيران وبريطانيا ستعينان قائمين بالأعمال. في من عناوين صحيفة صدى البلد: شهية النفط تتقدم والتأليف يتراجع، وعلى صورة لعودة الناجين من عبارة الموت في إندونيسيا كتبت البلد: للمأساة تتم. انفجار يهز سوق الخضار في سن الفيل. في الجمهورية: ضبط براميل متفجرات ومواد كيماوية من نيترات 33 واعتراف الموقوفين، مخطط جديد للاغتيالات والتفجيرات. قنابل موقوتة في بيوتكم. الأسد وداعش وجهان لعملة واحدة. ليبيا تستدعي سفيرة أمريكا في قضية أبو أنس. في الحياة: واشنطن تشترط قبول حكومة انتقالية لمشاركة إيران في جنيف 2. بان تدمير الكيماوي السوري يتطلب الوصول إلى كل المواقع والأفراد. اعتبر أن الاهتمام العالمي بالمياه لا يتماشى مع الحجم الحقيقي للأزمة. خالد بن سلطان للحياة: أهمية المياه أكبر بكثير من النفط. جماعة جهادية تتبنى هجوما في القاهرة وتتوعد بالقضاء على الإعلام. مصر تصعيد متبادل يقوض جهودا جديدة للوساطة. عودة 16 ناجيا من مأساة عبارة الهجرة وتفاؤل بإطلاق مخطوفي أعزاز قريبا. لبنان توقيف عناصر من شبكة إرهابية خططت لاغتيالات. ليبيا مخاوف من عمليات ثأرية ضد الأمريكيين. ختاما مع صحيفة الشرق الأوسط، ومن أبرز عناوينها: ترقب غربي لموقف إيراني إيجابي، ولندن تبدأ ترميم علاقتها مع طهران. بوتين يشيد بتعاون الأسد ويطالب بإشراك إندونيسيا في جنيف 2. الرئيس المصري التقى العاهل الأردني، ولي العهد السعودي: مصر في أيد أمينة وأهلها عودون تجاوز أزماتهم. بعض الأحياء لن تدخلها من دون بطاقة سكن، وأخرى تغلق أبوابها مبكرا. ليل بغداد: شوارع بلا إشارات ونقاط تفتيش تبحث عن أهداف ضالة. وفي ختام هذه النشرة نذكر بأبرز العناوين. كان في هذه النشرة: عودة اللبنانيين 16 من إندونيسيا. إذا ما أمنونا وظائف بلبنان أكيد بنعيدها مرة ثانية. بعد تلقيه تطمينات الشعار في بيروت. لا يجوز لأحد أن يغيب عن لبنان على الإطلاق. انفجار داخل مخمر موز في سن الفيل. الجيش يوقف 7 أشخاص في هجرة غير شرعية. والأمن العام يوقف شبكة إرهابية. كان في الخاص: الجديد تكشف محضر التحقيق مع الغريب. قولوا لي ما التهمة لأعترف. وهنا أقول لإخواني وخاصة الشيخ بلال بارودي الحبيب والشيخ الدكتور سالم الرافعي، وأسأل كل العقلاء في لبنان. في الختام شكرا وإلى اللقاء.